أعلن المهندس عبد الله محمد أحمد المدير العام لهيئة الرهد الزراعية عن انطلاق عمليات زراعة محصول القطن في مساحة 34 ألف فدان زراعة تعاقدية من جملة 50 ألف فدان على مساحة الخطة التأشيرية لمحصول القطن، إضافة لزراعة 8000 فدان ذرة رفيعة. ولفت مدير هيئة الرهد إلى أن الاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي 17/2018 والالتزام بالمواقيت المحددة حسب توصية هيئة البحوث الزراعية أسهمت في التأسيس الجيد للمحاصيل، وتوقع اكتمال زراعة محاصيل العروة الصيفية منتصف يوليو الجاري. شدد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للأجهزة الفنية المختصة بجهاز التحصيل الموحد للموارد المالية بالولاية الذي يعمل على ترشيد وتخفيض المصروفات. وأشار الوزير خلال ترأسه اجتماع اللجنة الفنية لمشروع حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية إلى الخطوات التي تمت لإنجاز عملية حصر الأنشطة الاقتصادية بالولاية، واستمع إلى تقرير اللجان الفنية والفرعية والتقارير الدورية والمشاكل والمعوقات التي تعترض عمل اللجان. أكدت مدير مركز المعلومات بولاية الجزيرة سهام محمد العوض أن نظام حوسبة المرتبات المركزي يعزز جهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتحقيق الشفافية وتحسين الأداء المالي والاقتصادي، ويمكن الحكومة من التخطيط والتوفير وإدارة الموارد بكفاءة وفعالية وشفافية باستخدام تقنية المعلومات وتوحيد الإجراءات عبر نظام مركزي محافظ على حقوق العاملين بالدولة منعاً لأي تجاوزات. وقالت إن العمل في برنامج حوسبة مرتبات العاملين بولاية الجزيرة بدأ شهر أبريل المنصرم بتخزين بيانات العاملين في استثمارات ورقية بعد عمليات المراجعة والتدقيق عبر لجنة عليا. أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل 24 بوصة لمياه محطة بيت المال النيلية. وأكد مهندس عبد الله محمد عثمان أن عمليات الصيانة جارية بالخط، موضحا أن الكسر تأثرت منه بعض أحياء أم درمان القديمة المستفيدة من محطة بيت المال، متعهدا بإعادة الإمداد المائي في أقرب وقت ممكن. أكد المهندس علي جار النبي مدير إدارة مشروعات المياه السطحية بوحدة تنفيذ السدود اكتمال تنفيذ 4 سدود استراتيجية في إطار إنفاذ مشروع الدولة زيرو عطش، في مقدمتها سد وادي حسيب بشرق النيل الذي يعمل على تغذية الحوض الجوفي لمنطقة أبو صالح ويخزن 9 ملايين متر مكعب من المياه بجانب حماية المناطق الشرقية بالمحلية، مشيرا إلى تنفيذ سد الصمت بولاية غرب كردفان بسعة 11 مليون متر مكعب من المياه وسد بوط بولاية النيل الأزرق، إضافة إلى تنفيذ سد جديد بشرق دارفور الذي نفذ بهدف توطين النازحين على مرحلتين. خرجت ورشة تبادل الخبرات من أجل إدارة مثلى للمياه بمشاريع الري الفيضي بالسودان، والتي نظمها مركز البحوث الهيدرولوجية التابع لوزارة الموارد المائية بمنطقة السميح رئاسة مشروع خور أبو حبل بولاية شمال كردفان بجملة من التوصيات بعضها تنفيذية بوضع خارطة الطريق لتقوية شبكات الري بمشاريع الري الفيضي بالبلاد، خصوصا بمشروع خور أبو حبل، وبعضها يحتاج لدراسات بقيام سدود لتخزين المياه بالمشروع. وشددت الورشة على ضرورة إيجاد وحدة للري متخصصة بمشروع خور أبو حبل وقيام عدد من منظمات الري بإجراء دراسة لإيجاد أكثر من منظم في المشروع الذي يعتمد عليه. وننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الإقليمية.